السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة، إن شاء الله بإذن الله النهاردة يكون موجود معانا منحة ممتازة جدا، بس طبعا كالعادة قبل ما نتكلم عنها أحب أوضح إن إحنا عرضنا فرص ومنح كتيرة جدا سابقة، ودي القناة بتاعتنا هتلاقوا عليها فرص ومنح كتيرة جدا، منح موجودة في اليابان، في كوريا الجنوبية، تايوان، فرنسا، أمريكا، دول كتيرة جدا مختلفة، بالإضافة كمان كنا اتكلمنا عن سلسلة فرص التطوع والسفر إلى الخارج. وعرضنا بعض المواقع اللي من خلالها تقدر تلاقي فرصة عمل بكل سهولة، بالإضافة كمان كنا عرضنا فرصة وهي فرصة تطوع في فيتنام، كان التقديم والقبول فيها حصريا عن طريق قناتنا، وكانت شاملة معظم التكاليف، وتم إعلان الفائزين في هذه الفرصة، وإن شاء الله بإذن الله يكون موجود معانا فرص جاية كتير التقديم والقبول فيها حصريا عن طريق قناتنا. بالإضافة كمان إن إحنا كنا أعلنا عن خدمة وهي خدمة المساعدة في التقديم لأي منحة أو فرصة أنت عايزها، إحنا ممكن نساعدك في التقديم ليها بشكل احترافي أو ممكن أنت تقدم بنفسك باتباع شرح الفيديوهات اللي إحنا بنقدمها. وعشان توصلك أي حاجة جديدة من القناة بتاعتنا يا ريت تعمل سبسكرايب للقناة وتضغط على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص توصلك بسهولة. وحابب أنوه كمان إن جميع روابط جروباتنا على الواتساب وجروبنا على الفيسبوك وروابط التقديم الخاصة بالمنحة اللي هنتكلم عليها النهاردة هتلاقوها موجودة في صندوق الوصف أسفل الفيديو. طيب خلينا كده نبدأ على بركة الله ونتكلم عن المنحة بتاعت النهاردة، وهي منحة ممتازة جدا، منحة حكومية، وطبعا أول ما تسمع منحة حكومية تعرف إنها تكون منحة قوية وفيها مميزات كتير. المنحة بتاعت النهاردة هي منحة حكومة نيوزيلندا، تمام؟ ممكن مفيش ناس كتير عارفة عنها ولكنها منحة صراحة قوية. الدولة نيوزيلندا، تمام؟ طبعا دولة معروفة، يعني دولة من الدول القوية جنب أستراليا. الجهة المانحة اللي بتقدم المنحة دي في نيوزيلندا هي وزارة الشؤون الخارجية والتجارة في نيوزيلندا، هي المسؤولة عن تقديم المنحة. آخر ميعاد للتقديم للمنحة هو 28 فبراير 2020، طبعا كتبت لكم في الأول لأن الميعاد يعتبر قريب، فاضل نقول مثلا حوالي شهر عليه أو 24 يوم، فبالتالي لو مهتمين بالمنحة دي يا ريت تبدأوا تجهزوا لها من دلوقتي. المرحلة الدراسية المتاح ليها التقديم في المنحة دي هي درجة الماجستير والدكتوراه ودبلومة الدراسات العليا، يعني البكالوريوس غير متاح للتقديم فيها، الناس اللي عايزة تدرس الليسانس أو البكالوريوس أو المرحلة الجامعية غير متاح ليها التقديم، ولكن المنحة دي متاح فيها بكالوريوس ولكن لدول أخرى زي ما احنا هنتكلم فيما بعد، هنشرح بعض التفاصيل هتكون سبيسيفيك أكتر، ولكن بكالوريوس بالنسبة للدول العربية غير متاح، متاح فقط ماجستير دكتوراه وممكن تعمل دبلومات في الدراسات العليا. طيب بالنسبة بقى للتمويل، التمويل صراحة يعني تمويل ممتاز جدا، يعني منحة شاملة من كل حاجة. أول حاجة هتكون مصاريف الدراسة مجانا، حضرتك هتدرس في المنحة دي بالمجان، مش هتدفع أي تكاليف دراسية خالص. تاني حاجة هيكون في مرتب، تمام؟ المرتب ده هيكون 320 دولار، هيكون مرتب أسبوعي، بالإضافة إن المرتب ده يعني كل أسبوع أنت لو جمعت الأربع أسابيع يعني كل شهر هيطلع لك 1280 دولار شهري، يعني انت كل شهر هتاخد من المنحة دي 1280 دولار شهري. بالاضافة كمان هيكون في 2000 دولار دي مكافأة ليك عند وصولك الى الدولة للدراسة، يعني لما تروح لنيوزيلندا هيدوك في عند الوصول لاول مرة هيدوك 2000 دولار، ال 2000 دولار دي كمكافأة ليك عشان تقدر تنظم بيها بس في الاول حياتك من حيث الاستقرار، السكن، المعيشة، الاكل، الحاجات دي كلها، تقدر تستخدم ال 2000 دولار دي في اي حاجة انت عايزها متاحة ليك. طيب كمان هيكون في تذاكر سفر مجانا ذهاب وعوده من بلدك الى نيوزيلندا، وبرده لما تخلص الدراسه من نيوزيلندا الى بلدك برده تذاكر الطيران هتكون عليه. هيكون في تامين طبي في حاله لا قدر الله حدوث مرض او حادث، هتكون تكاليف العلاج عليهم، دي برده ميزه كويسه جدا. هيكون في مساعده في تكاليف البحث والاطروحه لطلاب الدراسات العليا، يعني الابحاث والاشياء اللي هم يحتاجوها سواء مختبرات او ما الى ذلك، هيكون كل التكاليف مموله على حساب المنحه. وطبعا هيكون في مميزات اخرى كتير، زي مثلا انك بتتعلم في دولة من الدول القوية، زي انك مثلا بتاخد تعليم او بتتلقى تعليم ممتاز، يعني مميزات كتيرة جدا. خلينا بقى نتكلم دلوقتي عن نقطة مهمة عشان ممكن تكون صادمة شوية لبعض الناس، ان الدول المتاحة في الفرصة دي هي الدول العربية فقط المتاحة في الفرصة دي هي حوالي نقول 6 دول، هي مصر، الجزائر، جيبوتي، والمغرب، وتونس، والأردن. دي الدول العربية المتاح ليها التقديم في الفرصة دي، في دول تانية طبعا ولكن دول آسيوية، دول طبعا مش عربية، فبالتالي احنا جمعنا الدول العربية وقلنا دول بس الدول العربية المتاح ليهم التقديم. يبقى حضرتك لو من أي دولة تانية غير متاح لك التقديم في المنحة دي. طيب
ملاحظة في بيقول لك هنا التخصصات والجامعات المشاركة يمكنك معرفتها من هنا. طبعا في قائمة بالجامعات والتخصصات اللي انت المفروض هتقدم عليها، لان احنا قلنا المنحة دي منحة حكومية، فحضرتك بتختار الجامعة اللي انت عايز تدرس فيها وبتختار ايه التخصص. تعالى كده عشان نشوف الجامعات والتخصصات الموجودة اللي احنا ممكن ندرس فيها. هتيجي تضغط على كلمة هنا دي، هيفتح لك لينك. اللينك ده هتلاقي فيه كل الجامعات تمام المتاح ليها التقديم. بيقول لك هنا في 8 جامعات متاح ليهم التقديم، وفي 3 معاهد او 3 مؤسسات خاصة بالتكنولوجيا تمام. فتقدر تختار حضرتك منهم. فهنا مثلا انت بقى بتخش على كل جامعة وبتشوف مثلا الجامعة دي وايه المناسب، يعني ايه الجامعة المناسبة اللي انت هتقدم فيها. وبيقول لك ان الجامعات دي مترتبة ترتيب ما بين افضل 100 جامعة على مستوى العالم في 30 تخصص. يعني الجامعات بتاعت نيوزيلندا جامعات قوية جدا، انت بتضمن لنفسك يعني الدراسة في جامعة او في جامعات من اقوى الجامعات حول العالم تمام. طيب عايزين نعرف بقى التخصصات. احنا كده عرفنا الجامعات المشاركه ونختار طبعا الجامعه اللي هتكون كويسه بالنسبه لنا. عايزين نعرف التخصصات. عشان تعرف التخصصات بيتم معرفتها عن طريق الدول الاول، يبقى لازم تعرف دولتك وهتلاقي قائمه التخصصات الموجوده تحت دولتك. تعالى نفتح اللينك ده اللي هو السبجكت كواليفيكيشن وريكومند فور يور كانتري، المؤهلات الاول او التخصصات المتاحه لدولتك. هتلاقي يفتح اللينك ده معاك وهنا محطوط لك الدول، فبيقول لك هنا اختار من قاره افريقيا، فتختار الاول قاره افريقيا. وبيقول لك التخصصات المتاحه بالنسبه لقاره افريقيا او الدول الافريقيه تمام، هي التخصصات دي، تخصصات مرتبطه بقى بالايكونومي، مرتبطه بالطاقه، هتلاقي تخصصات كتيره جدا هنا تقدر انك تشوف التخصص المناسب ليك تمام. ده بالنسبه للتخصصات اللي هنا. طبعا الاردن احنا كنا قلنا ان الاردن من الدول المشاركه في المنحه دي تمام، ولكن الاردن مش محسوبه من الدول الافريقيه عشان في ناس بيختلط عليها الامر. هتلاقي دوله الاردن موجوده هنا في ضمن الدول الاسيويه، فحضرتك برضو تشوف التخصصات بتاعتها منها تمام. ده بالنسبه لدوله الاردن. كده احنا عرفنا التخصصات والجامعات المشاركه. دلوقتي بقى خلينا نتكلم على باقي الاشياء اللي هي شروط التقديم للمنحه دي. عشان تقدم للمنحه دي انت محتاج ايه؟ لازم اول حاجه يكون عمرك اكبر من 18 سنه تمام، وتكون اقل من 40 سنه. ده بالنسبه لشرط العمر، يعني هم كاتبين يفضل ان عمرك يكون اقل من 40 سنه، ما يتجاوزش ال 40 عشان يعني بيكون نسبه القبول عاليه في السن الاقل من 40. تاني حاجه يكون لديك خبره عمل بدوام كامل لمده سنه على الاقل او سنتين بدوام جزئي. يعني حضرتك ما تكونش مثلا انت لسه مخلص بكالوريوس وعايز تقدم على طول، او مثلا عندك يعني مش شرط، احنا ممكن نقول ان حضرتك لازم يكون عندك خبره عمل. خبرة العمل دي ممكن تكون أثناء الدراسة بتاعتك، ما كنت بتدرس بكالوريوس أو قبل البكالوريوس، هم مش محددين يعني لازم تكون متخرج ولازم تكون اشتغلت. خبرة العمل دي ممكن يكون عمل مدفوع الأجر أو عمل غير مدفوع الأجر. ممكن تكون أنت اشتغلت بشكل متقطع أو اشتغلت بشكل كامل، فلو اشتغلت بشكل كامل لازم تكون اشتغلت سنة على الأقل، ولو اشتغلت بشكل متقطع يبقى لازم تكون اشتغلت سنتين على الأقل تمام، اللي هو الدوام الجزئي. يبقى ده بالنسبة للعمل. طبعا ممكن العمل ما يكونش مرتبط بمجالك، يعني في اشخاص مثلا هم مهندسين متخرجين من كلية الهندسة او درسوا هندسة وهو كان يشتغل في مجال تاني او يشتغل في شركة معينة او يشتغل في اي مجال اخر، ممكن عادي يقدر يقدم ويكون الشرط منطبق عليه، لان هما مش رابطين العمل هنا بالمجال اللي انت متخرج منه او اللي انت درسته. طيب احنا كده اتكلمنا عن شروط التقديم. كيفية التقديم بقى في المنحة دي، اولا عشان تقدم للمنحه دي تقديم اونلاين عبر الموقع الرسمي، في ابلكيشن هتملاه اونلاين من غير اي رسوم من غير اي شيء خالص. ابلكيشن يعني يعتبر بسيط مش معقد، هتملى الابلكيشن ده اونلاين. بعد لما حضرتك تملى الابلكيشن ده هيتم مراجعه الابلكيشن ده من قبل المنحه، ولو تم قبولك قبول نهائي المنحه هتتواصل مع الجامعه اللي انت اخترتها جوه الابلكيشن ده تمام. وبعد كده المنحه ترسل ليك رابط عشان تقدم للجامعه وترفق ليهم الاوراق بتاعتك اللي ناقصه. يبقى حضرتك الاول هتقدم للمنحه، المنحه لو قابلتك قبول نهائي هتقوم المنحه متواصله مع الجامعه، والجامعه دي هتبعت لك رابط تمام. الرابط ده انت هتقدر من خلاله انك تقدم للجامعه دي باقي الاوراق بتاعتك اللي هي مثلا زي جواز السفر، شهاده التخرج بتاعتك وما الى ذلك تمام. وبكده يبقى انت بعد قبولك في المنحه يتم قبولك في الجامعه مباشره، وكده القبول منتهي بشكل كامل ومتاح ليك كده ان انت تبدا الدراسه في نيوزيلندا. طيب ايه هي الاوراق المطلوبه بقى عشان نقدم في المنحه دي؟ انت حضرتك عندك الاوراق المطلوبه حاليا بس عشان تقدم في المنحه دلوقتي لحد لما يجي لك القبول المبدئي، هو كشف الدرجات. الورقه الوحيده المطلوبه عشان تقدم بيها هو كشف الدرجات.
ومطلوب شهادة إثبات اللغة الإنجليزية اللي هي بقى ممكن آيلتس تويفل وما إلى ذلك، ولكن ممكن شهادة إثبات اللغة الإنجليزية دي ترفقها بعد القبول. يعني حضرتك ممكن تقدم في المنحة دلوقتي، ولو اتقبلت ممكن عادي ترفق شهادة اللغة الإنجليزية دي بعدين، مش شرط تكون موجودة معاك حاليا. طيب ولو برضو اتقبلت قبول نهائي، انت كده بقى مطالب انك تبعت اوراقك بقى كلها الى الجامعه اللي احنا قلنا هتقدم من خلال الرابط اللي هترسله ليك الجامعه، اللي هو تقدم بقى صوره جواز السفر، شهاده التخرج، توصيات، شهادات معاك، كل الاوراق بتاعتك تقدمها بقى للجامعه في حاله قبولك النهائي من المنحه. كده احنا شرحنا بالنسبه للاوراق المطلوبه وكيفيه التقديم. في ملاحظه هنا، حضرتك هيجي لك القبول المبدئي من المنحة في شهر ابريل 2020. لو تم قبولك قبول مبدئي هتخضع بعد كده لانترفيو هيكون في سفارة نيوزيلندا في بلدك، تمام، او هيكون عن طريق سكايب او هيكون مكالمة صوت. يبقى هيكون في انترفيو، هيتم اعلان المقبولين في ابريل، وبعد كده في انترفيو في السفارة او عن طريق سكايب او مكالمة صوتية. كده احنا شرحنا كل التفاصيل الخاصة بالمنحة. خلينا بقى نتكلم دلوقتي عن كيفية التقديم وفين الموقع الرسمي اللي بيشرح الحاجات دي، اللي هو فيه كل المعلومات اللي انا ذكرتها هنا. انا حاطط لكم لينكين، لينك هتلاقيه اسمه قدم الان، ولينك اسمه الاعلان الرسمي. هنا الاعلان الرسمي ده الموقع الرسمي للمنحة، تعال نفتحه كده ونبص عليه سريعا. هتلاقي كل التفاصيل اللي انا ذكرتها هنا هتلاقيها موجودة في الاعلان الرسمي ده. ده الاعلان الرسمي بيقول لك هنا انت عشان تقدم للمنحة دي او الحاجات اللي بتشملها المنحة دي متقسمة هنا على 8 خطوات. لو انت حابب بقى تتعرف على المنحة اكتر ممكن تخش على كل خطوة، وهتلاقي نفس الكلام اللي موجود هنا هو نفسه اللي انا قلته هنا، بس انا مترجمه للغة العربية. طيب خلينا بقى دلوقتي نتعرف على طريقة التقديم للمنحة دي. هتيجي حضرتك هنا على اللينك ده اللي هو قدم الان عشان تقدم للمنحة دي، تضغط عليه. اللينك ده هيفتح معاك بالشكل ده، تمام. اول حاجة في حاجة اسمها اللي هو اختبار، يعني التحديد او الاختبار اللي بيأهلك للدخول للابليكيشن. حضرتك عندك هنا الاختبار ده، انت بتجاوب على بعض الاستبيانات او بعض الاسئلة هنا، ولو جاوبت على الاسئلة دي والاسئلة اللي هم سألوها ليك بتنطبق عليك هيقول لك انت مؤهل للتقديم للمنحة. لو ما بتنطبقش عليك يبقى انت كده غير مؤهل للتقديم للمنحة. يعني ايه؟ يعني اول حاجة بيقول لك اختار دولتك. دي الدول المتاحة للتقديم، الجزائر، المغرب، تونس، مصر ودول أخرى غير عربية. لو حضرتك اخترت My country is not listed، يعني دولتي غير مؤهلة، وبعدين ضغطت نيكست هيقول لك لا أنت كده غير مؤهل للتقديم للمنحة لأن دولتك مش موجودة هنا. فبالتالي حضرتك لازم تجاوب على الأسئلة اللي هتمشي معاك بالترتيب هنا، وبعد كده لو تم قبولك في الأسئلة دي هتكمل الدخول للأبلكيشن. طيب حضرتك مؤهل دلوقتي للأبلكيشن، تعمل إيه بعد لما تجاوب على الأسئلة دي وتسجل على الموقع؟ تروح عند لوجين هنا، تمام، وتضغط عليها. هيطلع لك هنا حاجه اسمها الايميل والباسورد بتاعك. الايميل والباسورد بتاعك انت اوريدي سجلتهم لما كنت بتجاوب على الاسئله. لما تخلص اجابه على الاسئله هتسجل على الموقع ان هنا اهو بيقول لك اول حاجه تجاوب على الاسئله، تمام، اللي هو تشيك يور اليجيبيليتي، هتجاوب على الاسئله. بعد كده التسجيل على الموقع، والتسجيل على الموقع سهل جدا. هتروح عند ريجستر فور ان اكونت وتروح تسجل على الموقع اللي انت تكتب الايميل بتاعك والباسورد وما الى ذلك. تكتب الايميل، بعد كده تعمل تشيك ايميل، توصلك رساله على الايميل، بعد كده تعمل كرييت باسورد، وبعد لما تخلص كل ده تعمل رجوع وتحط الايميل والباسورد هنا اللي انت كنت كتبته. يبقى انا هحط الايميل والباسورد هنا اللي انا كتبته. بعد لما تحط الايميل والباسورد بتاعك هتيجي وتضغط على كلمه لوجن عشان تخش بيه الابلكيشن. طيب ده الابلكيشن اللي هيظهر لك، تمام، اول ما تعمل لوجن. الابلكيشن ده فيه كذا سيكشنز، لازم تملى كل السكشنز دي. بعد لما بتملاهم بيظهر لك كده زي باتون في سبميت للابلكيشن، ولما تعمل سبميت يبقى انت كده قدمت للمنحه. خلينا بقى نتعرف على كل سكشن. اول حاجه هو اسمه انترودكشن. الانترودكشن ده سكشن بيبقى موجود فيه يعني بعض المعلومات عنك، اسمك، الايميل بتاعك وما الى ذلك. يعني بيكون موجود فيه كلام ما بتحطش فيه اي بيانات، فقط هو شويه معلومات عنك وخلاص. بعد كده بقى اللي هو بروبوزد ستادي بروجرام، اللي هو اختيار التخصص اللي انت عايز تدرسه، انت عايز تدرس ايه بالظبط. بيقول لك ممكن تختار تخصص او اتنين بحد اقصى. اول حاجه هنا لازم تحدد الليفل اللي انت عايز تدرسه، ليفل اوف ستادي، عايز تدرس ماستر، دكتوراه، عايز تدرس دبلومه في البوست جرادويت، ولا عايز ايه بالظبط. فتختار، تختار الكليه او المعهد اللي انت عايز تدرس فيه، تختاره من هنا زي ما كنا وضحنا الجامعات التخصصات لما جينا نشرح المنحه. بتختار هنا التخصص بقى اللي انت عايز تدرسه، مثلا عايز ماستر اوف بزنس ان فينانس مثلا، ولا عايز ايه بالظبط، ولا ماستر اوف بلاننج، تختار تخصصك.
بتختار الميجور يعني الجزء الخاص، المواد اللي انت مهتم تدرسها في البيزنس اند فاينانس، بتكتبها هنا. تختار السيكتور اللي هو ده بينتمي لاي فئة، تمام؟ هل بينتمي للفئة الخاصة بالزراعة او الطاقة او الايكونومي، بتختار من دول. طبعا ليك الحق في اضافة يعني تخصص اخر، انك تضيف انك عايز مثلا تخصص اخر تكتبه، فبتعمل اد من هنا وبتضيف تخصص تاني او جامعة تانية. طيب كده عرفنا ازاي ممكن نضيف اللي هو البروبوزد ستادي بروجرام. نخش بعد كده على السكشن اللي بعده اللي هو ستادي هيستوري. في السكشن ده هو بيكلمك عن خلفيتك التعليمية، تمام؟ ايه اخر حاجة انت وصلت ليها او خلصتها؟ مثلا انا خلصت باشولر ديجري على اساس ان انا بقدم على ماستر مثلا، فبالتالي اختار باشولر. بيقول لك هل انت بتدرس حاليا، يعني بتدرس درجة علمية حاليا، دبلومة، بتدرس بكالوريوس، تختار. طبعا لو بتدرس ما بتدرسش حاجة حاليا بتختار نان. بيقول لك اكتب بقى هل عندك مثلا اي جوائز خدتها، اي شهادات تقدير، اي شيء، بتكتبه في الوصف ده هنا لحد اقصى 1200 كلمة، تمام؟ هنا ده بالنسبة بقى للخلفية التعليمية، ان انت كتبت هنا، انت كتبت مثلا انا معايا بكالوريوس مثلا، يبقى انت هتكتب النيم في كواليفيكيشن ما هو باشلر ديجري، تكتب الميجور بتاعك، كان المجال بتاعك اللي انت درست فيه، اسم المؤسسه اللي انت درست فيها، موقعها فين، بدات من امتى لامتى وانتهيت امتى. هنا ابلود فايل اللي هو خاصه بابلود اكاديميك ترانسكريبت اللي هو كشف الدرجات بتاعك، مش شهاده التخرج، كشف الدرجات اللي بيكون فيه كشف تفصيلي لكل المواد اللي انت درستها بدرجه كل ماده والدعم، فبتحطه هنا، تمام؟ بيقول لك هل دراستك في التخصص ده، الجامعه اللي انت درست فيها سابقا، هل كنت واخد منحه ولا بتدرس على حسابك؟ لو خدت منحه بتقول يس، لو ما خدتش منحه بتقول نو، تمام؟ طيب نخش بعد كده، خلصنا السكشن ده، بتعمل نيكست او بتعمل سيف وبترجع له في وقت تاني لو انت عايز تكمل الابلكيشن فيما بعد. بتخش هنا بقى على الورك هيستوري بالنسبه للخلفيه، خلفيه العمل بتاعتك. وزي ما كنا وضحنا سابقا ان انت لازم يكون معاك دوام كامل على الاقل لمده سنه، تمام؟ او بارت تايم على الاقل سنتين. فبتكتب البوزيشن الشغل بتاعك، بدات من امتى، نوع العمل ده ايه، كان فول ولا بارت تايم، اسم المؤسسه، اشتغلت من امتى لامتى، توصف الشغل ده، توصف المسؤوليات بتاعتك في الشغل ده، كنت بتعمل ايه، وتقدر تضيف كذا بقى عمل زي ما انت عايز من اد بوزيشن. تخش بعد كده لما تخلص ده بتخش على السكشن اللي بعده. في السكشن ده بقى اللي هو الديفلوبمنت، بيسألك زي خطابات النية كده، بيقول لك ايه السكيلز او المهارات او المعرفة اللي انت هتكتسبها من البرنامج اللي انت تدرسه في جامعات نيوزيلندا، ايه المهارات دي، ازاي المهارات دي يعني هتساعد في تطوير بلدك، تمام؟ بس هتلاقي اسئلة هنا مقالية يعني زي خطابات النية، ليه عايز تنضم للبرنامج ده، ليه اخترت جامعات نيوزيلندا، ازاي الدراسة في نيوزيلندا هتفيدك بعد كده وتفيد بلدك لما ترجع ليها، وهكذا. تجاوب طبعا على الاسئله دي وتشوف هنا الحد الاقصى 1200 كلمه، 1200 تراعي الحد الاقصى لعدد الكلمات. بعد لما بتخلص الجزء ده بتخش على الجزء اللي بعده اللي هو الريليشن شيب مانجمنت، وهنا هتلاقي برضو اسئله مقاليه، الاسئله دي بشكل مقالي. ركز بقى معايا في الجزء ده عشان يعني جزء شويه متلخبط وممكن ناس كتيره تتلخبط فيه وما تفهمش ايه المقصد من الفقرات دي. بيقول لحضرتك هنا اوصف موقف انت استخدمته عشان تنمي فيه علاقاتك مع اشخاص، كانت مش شرط مع اشخاص، يعني مع اشخاص او مؤسسات وما الى ذلك، عشان تساعدك في تطوير عملك او دراستك. يعني ازاي انت استغليت علاقه او طورت من علاقه سابقه لكي تفيدك في المجال الدراسي بتاعك او في مجال عملك. فهنا بيقول لك اوصف الموقف ده، ايه ازاي يعني انت اتعاملت مع الموقف ده، وايه الاحداث اللي انت اتخذتها، وكانت ايه نتيجه الموقف ده. يعني زي انا هشرح لكم مثال بسيط ممكن حضرتك توضح. مثلا على سبيل المثال انك مثلا انضميت لسيمينار او تدريب سابقا، وفي التدريب ده كان في اشخاص يعني في مجالات مختلفه وفي نفس المجال اللي انت فيه، والاشخاص دول انت تعرفت عليهم، والاشخاص دول فادوك فيما بعد في المجال بتاعك، وانت فضلت على تواصل معاهم واخدت منهم خبرات ومعلومات كانت مساعدة ليك في دراستك او في عملك، فبالتالي انت ممكن تكتب الوصف ده هنا زي ما انا شرحت. فده اللي يقصده من الجزء ده، وقيس بقى على ذلك يعني اي حاجة كانت حصلت لك مرتبطة بالاجابة على السؤال ده، لكن انا اديتكم مثال بس مش اكتر. نخش بقى على السكشن اللي بعده اللي هو السيلف درايف. والسكشن ده نفس السكشن اللي هو ريليشن مانجمنت بس سؤال تاني. يقول لك هنا في السؤال ده اوصف
موقف كان حصل لك اللي انت حفزت ليه نفسك او ساعدت ليه نفسك بدون مساعدة اهل او اصدقاء او قرايب؟ يعني ايه؟ يعني بيقول لك اوصف موقف انت استغليته، يعني الموقف ده حمسك او حفزك ان انت مثلا تغير مثلا من نفسك، ان انت تشتغل على نفسك اكتر، تدرس اكتر، تبذل مجهود اكتر. فبتوصف الموقف ده هنا، بتقول ايه هو الموقف اللي ساعدك، كانت خطوات الموقف ده اللي انت اتخذتها ايه عشان يعني مثلا يحسن من قدرتك، وكانت نتيجة الموقف ده ايه، هل كانت نتيجة سلبية ايجابية، ازاي الموقف ده ساعدك في الوصول للحاجة اللي انت عايزها. تقدر تحدد كل ده منه. لما تخلص الجزء ده بتضغط على كلمة نيكست عشان تخش على الجزء اللي بعده، وهو studying overseas اللي هو الدراسة في الخارج. في الجزء ده بيسأل حضرتك، بيقول لك ليه حضرتك اخترت نيوزيلندا عشان تدرس فيها، واخترت جامعات نيوزيلندا، تمام؟ يعني ازاي انت هتنظم نفسك في المعيشه في نيوزيلندا وانك تعيش خارج بلدك وما الى ذلك. فتقدر انك تجاوب على كل الاسئله دي هنا بحد اقصى برضو 1200 كلمه، تمام؟ يبقى معظم الحاجات اللي موجوده في الابلكيشن هنا هي اسئله مقاليه، ولازم تجاوب عليها بشكل كويس، لان ده اللي هيعتمد عليه، او المقالات دي اللي هيكون عليها نسبه القبول بشكل كبير. بعد ما حضرتك تجاوب على الاسئله دي كلها تخش على اخر جزء اللي هو جزء بقى الايه، الكونفرميشن. انت كده بتاكد كل المعلومات اللي انت حاططها هنا، تروح على الاجزاء دي كلها وتعمل قدام علامه صح، تعلم عليها كلها زي ما انا بعمل كده، تمام؟ اللي انت موافق على كل الشروط وكل المتطلبات. وبعد كده يظهر لك كلمه سبميت، تضغط على كلمه سبميت، يبقى كده انت انتهيت وحضرتك سجلت المنحه بنجاح، تمام؟ يبقى الابلكيشن بسيط ما فيهوش اي حاجه. طبعا في اشخاص هتسالني طيب فين الاوراق الكتيره، صوره جواز السفر، فين التوصيات، فين الحاجات دي كلها؟ الحاجات دي زي ما كنا وضحنا هنا في الابلكيشن، ان حضرتك الاول بعد لما بيتم قبولك من المنحه، حضرتك المنحه بتبعت لك رابط بتسجل بيه في الجامعه وبتقدم لهم كل الاوراق بتاعتك. طبعا انا كده شرحت المنحه بشكل كويس وشرحت كل التفاصيل فيها. لو في اي حاجه مش واضحه يا ريت تكتبها لي في الكومنتات وانا هرد عليها. منحه ممتازه جدا، ارجع تاني وشوف التمويل بتاعها، تمويل ممتاز، 1280 دولار شهريا، 2000 دولار مكافاه، تذاكر سفر، تامين طبي، مساعده في البحث والاطروحه لطلاب الدراسات العليا، حاجه ممتازه جدا. اتمنى لكم التوفيق فيها، وان شاء الله باذن الله بالقبول والنجاح، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.